تحت وطأة القصف الشديد والحصار الخانق الذي فرضته قوات النظام وميليشياته على مدينة سبينا بريف دمشق لأكثر من أسبوع، أعلنت كتائب الجيش الحر العاملة في سبينا عن انسحابها من المدينة التي وصفها الناشطون بالاستراتيجية كونها تعد البوابة الجنوبية لأحياء دمشق. الله أكبر، صاروخ صاروخ، هذا طلع من هناك أرض. قوات النظام حشدت لهذه المعركة رتلا عسكريا ضخما سبقه تمهيد ناري مكثف، إلا أن الثوار بما توفر لديهم من سلاح تصدوا لهذه المحاولات مكبدين فيها قوات النظام خسائر في الأرواح والعتاد، بيد أنه وبحسب الناشطين لم يستطع الثوار الصمود أكثر من ذلك بسبب النقص الحاد في الذخيرة وعدم تلبية فصائل مهمة في الجيش الحر تملك السلاح والذخيرة للنداءات القادمة من السبينة والداعية بضرورة التوجه إلى المدينة وفك الحصار عنها. وهذا ما أشير إليه في بيان لكتائب الجيش الحر في السبينة والتي اتهمت فصائل قالت أنها معروفة للجميع بما أسمته بيع وتسليم السبينة لقوات النظام. دمار جراء القصف على حجير البلاد. الله. وبحسب شهود عيان فإن قوات النظام بدأت تعد العدة لاقتحام بلدة حجير المجاورة، فيما توجه رتل آخر إلى مدينة المليحة وسط تخوفات من مجازر جديدة قد ترتكبها قوات النظام بحق الأهالي فيما إذا استطاعت اقتحام تلك البلدات.